للمرة الأولى يحصل لاعب مصري على لقب البطولة الأبرز عالميا في كمال الأجسام مستر أولمبيا، لكن خلف هذا النجاح الفريد كواليس كثيرة وتحديات جمة. نلتقي برامي السبيعي أو بيج رامي هنا في أول صالة تمرن بها قريبا من قريته بمحافظة كفر الشيخ ليحدثنا عن الصعاب التي واجهها وبداياته في هذه اللعبة. أهلا بك رامي على شاشة بي بي سي. أهلا وسهلا بك وشرفتونا. عدة مرات تشارك في بطولة مستر أولمبيا، حققت العديد من المراكز لكنها لم تكن المركز الأول، لماذا فزت في هذه المرة تحديدا بالمركز الأول؟ مستر أولمبيا لها قواعد للفوز ولها متطلبات أن أنت تفوز بالمركز الأول. احنا بقالنا كم سنة من 2013 بنحاول نظهر بالشكل الأمثل علشان البطولة، لكن ما كانتش كل الأمور، يمكن لتغيير بعض المدربين او ايا كانت الظروف، ما حصلش ان احنا عملنا الشكل المناسب ان احنا نحصل بيه على البطوله. السنه دي يمكن هي السنه الوحيده مع ان كانت ظروفها صعبه وما هيش سهله. ما التحديات التي واجهتها في هذه البطوله تحديدا؟ التحديات للعالم كله، ما هو انا جزء من العالم كاقتصاد وكاكونومي ومش عارف ايه، فهي اللعبه كاحتراف فيها تدخلات اقتصاديه كتير يعني. هي في الاول والاخر الكوفيد اثر زي ما اثر على البلاد في اقتصادها في الاكل والشرب، هو اثر كمان على لعبه كمال الاجسام بشكل كبير جدا. هو ده التحدي اللي حصل بالنسبه لي، ان انا في بدايه 2020 كنت في امريكا بلعب بطولتي اللي هي ارنولد كلاسيك، ودي اللي بتاهلني المستر اولمبي، ما توفقتش فيها والمفروض كنت رايح العب بطوله بعدها في استراليا. الكوفيد قفل كل البطولات اللي في العالم، فبالتالي ما لعبتش بطولتي. بعدها خمس شهور شهر 8 المفروض بجهز بقى تاني عشان بطولة اوروبا والدنيا اتفتحت، انا اتصبت بكورونا فاوريدي يعني كل حاجه. الاهم من ده كله السبونسر اللي هم في امريكا، لان ده اقتصاد بما انه حصل فيه اللوك داون، فانا اوريدي واحد من الجزء ده، فما عادش فيه سبونسر، مفيش حد بيدي فلوس، فاوريدي الدعم اللي كان موجود ليك ما عادش موجود. ما تكلفة الاحتراف؟ هو عامة اللعبات الرياضية، احنا لو بنبص عليها كل اللعبات الرياضية بالشكل الاحترافي هي مكلفة. لو جينا النادي موجود، لو بتكلم عن كرة قدم في درجة تانية، تكلفته فلما تروح ليها في المستوى الاحترافي فتلاقي كم من المصاريف بيكبر جدا. انا طبعا كان ده عبء عليا وانا لسه ببدا من هنا من المكان الجميل ده. هو صحيح بسيط بشكله لكن هو كبر جواه حاجات كتير يعني. لكن الامكانيات كانت بسيطه لكن الاحلام كانت كبيره، ده اللي كان مخلي الواحد بيقول لك على قد ما هو كان صعب وكانت الظروف ما ينفعش، لكن هي اللعبه ما خدناهاش بالتكلفه النهائيه ليها. احنا كنا بناخد بقدر استطاعتنا الموضوع وبنكبره على قد الحته اللي احنا واقفين فيها. فعشان كده ممكن تكون مكلفه، لكن كانت في فتره من الفترات كنا ماشيينها على الاوضاع وعلى الظروف اللي احنا كنا ماشيين فيها. كم من الوقت تقضيه في التدريب يوميا؟ انا عندي وقت بلعب في كارديو اللي هي الرياضه المرتبطه بالجهاز التنفسي والدوري، ده كل يوم على الاقل ساعه. عندي تمريني بعد كده بيبقى حوالي ساعه ونص، لما بيبقى قريب من البطوله ممكن يوصل لثلاث ساعات. كيف تتذكر بداياتك في هذه اللعبه داخل هذه الصاله؟ المكان ده يعني كان في بدايه ما انا كنت في مرحله العمريه، كان لسه بيبدا، فاول بدايه انتباهي للعبة كمال الاجسام كان لسه بيتعامل المكان ده، وكان قائم عليه راجل من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وما زال يعني ليه في ذاكرتي حاجات كبيره. كان من ضمن الحاجات اللي بيعملها من كتر ما هو يعني متحمس للموضوع، وممكن يكون كان شايف رامي حاجه يعني هو متوسم فيها خير. فطبعا كان بيجي لي لحد بيتي، انت عارف المسافه قد ايه، ممكن تكون حوالي نص ساعه، كان كل يوم يجي ياخدني بالعربيه لحد هنا. فدي من الحاجات اللي كان اصحابي والشباب، واحنا لسه بقول لك المكان ده في كل مكان فيه. انا طبعا غير ان انا اتمرنت فيه انا اشتغلت فيه فتره طويله، فيعني ليا في كل جدار من مكان ده ذكريات كبيره جدا مع الشباب هنا في بلدنا.
عملت في بداياتك صيادا، ما الذي جعلك تترك مهنتك الأصلية وتتحول إلى الاحتراف في لعبة كمال الأجسام؟ الطموح اللي ملوش حدود. أنا بشوف من صيد مهنة شريفة وجميلة، وأي يعني أي حد يعني يحصل له شرف إنه هو يكون موجود وفرد منها، لأنها حلال في الأول والآخر. لكن أنا مسألة الطموح، وإن أنت عايز تعمل زي ما قلت لحضرتك بصمة ما حدش عملها قبل كده، ده اللي كان مخليني أدور على حاجة أنجح فيها بشكل كبير. تبدو هذه الإمكانيات محدودة، كيف استطعت أن تستغلها في تحقيق أولى خطوات حلمك؟ هي الإمكانيات إن كانت بسيطة أو كبيرة هي مش دي الفكرة. الفكرة إرادتك كبيرة أو صغيرة. الأشياء المادية عامة بتتغير بمرور الوقت، لكن الحاجات اللي هي النفسية اللي هي ما بتتغيرش، اللي انت لازم تنميها، يا إما الأول قبل كل حاجة هي توفيق من ربنا، عشان أنا ما نسيبش حاجة لنفسي، بس انت لازم كمان تدرب نفسك عن الحياة مش سهلة، فلازم يكون عندك إرادة من حديد. إمكانيات بسيطة، لكن كان كمان ارتبطت بها ذكريات قوية وناس ومشاعر أقوى خلتني ماشي طول الوقت ده الحمد لله بضهر جامد. كيف كان ينظر إليك وإلى حلمك أهلك في قرية السباع بكفر الشيخ، وكيف تغيرت هذه النظرة بعد البطولات التي حققتها؟ شوف، هي مش قرية السباع، هو عامة القرى في مصر عندنا نظرة اللعبات الفردية، ومن حقهم النظرة دي، لأن العائد اللي جاي من اللعبات الفردية ضعيف جدا. أنا مش معقول كأسرة هروح أدعم ابني لأن هو يلعب لعبة فردية فينجح فيها قوي، وخصوصا بالتفكير القروي بتاعنا الجميل، لكن في الأول والآخر أنا مش هدعم ابني عشان يلعب لعبة فردية عشان ما يجنيش منها مال في الآخر، يبقى أنا دمرت مستقبله. فهو ده يعني هو عندهم حق كبير جدا، لأن اللعبات الفردية في مصر في مرحلة الهواية فيها ما بتجنيش أي مال. هي الفكرة ان انا يعني اذا كنت اعتبرت ان انا عملت نجاح في حياتي، فهي ان انا غيرت الحته دي، ان طموح الناس ما يوقفش عند مرحله الهواية، وان يقدروا يكسبوا من اللعبات الفرديه زي لعبه جماعيه زي كره القدم. بس سؤالي هنا يبدو شخصيا بعض الشيء، كيف تستطيع ان تشرح لاطفالك لماذا انت اكبر حجما من الناس العاديين؟ وهم للاسف لحد دلوقتي انا ما كنتش منتبه اصلا اولادي، يعني يمكن لحد السنه ما كانوش منتبهين ان انا بلعب اي رياضه، لأن الأولاد بيكبروا معايا بعمرهم، هم شايفين أبوهم قدامهم طول الوقت، هم مش شايفين أي فرق بينهم وبين أبوهم وبين أي حد تاني بره. لكن الفرق واضح للجميع. الفرق واضح ممكن يكون للناس اللي الغير، لكن شخص مرتبط بيك بيشوفك كل يوم، هو شايفك ده بطبيعتك وشكلك، حتى ما يشوفش ملامحك. زي مثلا هو مش شايف مثلا أنا بشعر ولا من غير شعر، ممكن ما ينتبهش لده، هو شايفك أبوه بس. البطل المصري في كمال الأجسام بيج رامي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أنا تشرفت بيك.